أسعد الله نهاركم بكل الخيرات إن شاء الله أرحب بكم جميعا إن شاء الله اليوم راح نتكلم حول موضوع مهم بالنسبة لكم كطلاب خاصة الطلاب الذين لا زالوا في طور الدراسة أو حتى على وشك التخرج نحتاج إلى التفكير بهذا الموضوع بشكل جدي ومهم فيسعدني اليوم طبعا أن أشارك بهذا الموضوع في إطار البرنامج النشاطي الثقافي الاسبوعي اللي تقيمه كلية ادارة الاعمال حول موضوع الشهادات المهنية الاحترافية طريقك للتميز الى سوق العمل. طبعا انتم هنا من اجل انتظار انهاء مراحل معينة ثم الحصول على الشهادة الاكاديمية صح؟ فبالتالي راح تكتب في السيرة الذاتية المؤهل العلمي تحت المؤهل العلمي ستقوم بكتابة اللي الشهادة الاكاديمية البكالوريوس في تخصص كذا، بكالوريوس اداره الاعمال، تخصص ماليه، تخصص محاسبه وهكذا. لكن كما سنلاحظ انه بحد ذاته الشهاده فقط الاكاديميه تمثل تحدي بالنسبه للطالب وبالنسبه لصاحب العمل لاحقا، ستكون هناك فجوه سنرى كيف بالامكان محاوله التقليل من هذه ايش؟ الفجوه انه بين الطالب الخريج الباحث عن العمل وبين من يبحث عنك لتوظيفه. ويبحث عن اشياء موجوده لديك وانت ستحاول توفير هذه الاشياء صح؟ حتى حتى تكسب الدرجه ايش؟ الوظيفيه. طبعا هذا الموضوع لاقى اهتمام كبير سواء على مستوى اداره الجامعه وخاصه معالي مدير الجامعه شخصيا قبل اسبوعين يناقش هذا الموضوع بالتحديد اللي هو الشهادات المهنيه الاحترافيه وحاجه خريج جامعه الملك فيصل الى مثل هذا النوع من الشهادات. بالإضافة إلى الاهتمام الرسمي لإدارة الجامعة أيضا على مستوى الكلية هناك الآن حراك في الأقسام العلمية الموجودة هنا للحصول على اعترافات أو اعتمادات مهنية طبعا هذا كله لمصلحة الطالب في الأول والأخير أيضا اهتمام آخر من قبل الجهات الرسمية الحكومية هذا راح نتكلم عنها وتتمثل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أولت هذا الموضوع الشهادات المهنية الاحترافية واهتمام كبير واطلقت في احداث المبادرات التابعه لصندوق تنميه الموارد البشريه طبعا الموضوع تم التحدث فيه مسبقا اما عبر الانديه الطلابيه تقريبا نادي المالي يتكلم عن هذا الموضوع بشكل مبسط نادي تقريبا الموارد البشريه بعض الزملاء في المحاضرات الثقافية السابقه ناقشوا بعض الجزيئات او تطرقوا الى اللي هي الشهادات المهنيه الاحترافيه فبالتالي سأحاول اليوم أن تكون المحاضرة تحفيزية للطلاب للتفكير بجدية حول الحصول على مثل هذه الشهادات المهنية فبالتالي سنوضح أهميتها فائدتها بالنسبة للطالب وما هي القيمة المضافة التي ستعطيك إياها الشهادة المهنية طبعا بدون الدخول بشكل كثير في تفاصيل أو إجراءات الحصول على بعض الشهادات بحد ذاتها هنا بالإمكان العودة إلى موقع الجهة المانحة للشهادة و... بالامكانك التعرف على المتطلبات والتفاصيل بشكل ايش اكثر فبالتالي ما سنناقشه ان شاء الله اليوم سنعطي مقدمه بسيطه ثم سنتكلم عن مفهوم الشهادات الاكاديميه والشهادات المهنيه الاحترافيه حتى لا يكون هناك لبس لدى الطالب يعرف انه سيتخرج بشهاده اكاديميه ولكن يفضل ان يضيف اليها في خانه السيره الذاتيه شهادته المهنيه وسنرى غالبا ما تكتب الشهادة المهنية الآن أصبحت قبل الشهادة إيش الأكاديمي المسمى ثم يكتب تحتها حاصل على أو سي إف هولدر something like that. ثم يتكلم عن الشهادة العلمية التي بحوزته لأنه الطالب قلنا يريد ما يحتاجه صاحب العمل بالضبط يريد أن يوائم ما لديه مع احتياجات أصحاب العمل طبعا سنتكلم عن ايضا الشهاده المهنيه من وجهه نظر جامعه الملك فيصل، ما هو الاهتمام التي توليها الجامعه من اداره الجامعه من معالم مدير الجامعه شخصيا الى الاقسام العلميه، ما هو الحاصل الان حول الشهادات المهنيه؟ ثم الشهادات المهنيه من وجهه نظر الجهات الرسميه، هناك بعض المبادرات اطلقت تهتم بمثل هذه ايش؟ المواضيع. واخيرا سنتكلم عن ابرز الشهادات المتاحه للتخصصات كليه اداره الاعمال. كمدخل بسيط ثم الطالب طبعا هو من سيحدد ما هي الشهاده الممكن له الحصول عليها وما هي الشهاده التي تلبي تطلعاته الشخصيه والمهنيه لاحقا في سوق العمل. فبالتالي اذا بدانا نعطي مقدمه بسيطه حول هذا الموضوع وما يهمنا دائما هو الطالب، لا نتكلم عن الطالب بالتحديد وليس عن من هو موجود حاليا تخرج في سوق العمل. فيتخرج كثير من الطلاب او الالاف من الطلاب حتى على مستوى تخصص معين كثير. آلاف الطلاب يتخرجون من كلية إدارة الأعمال في جامعة المملكة بشكل عام. طبعاً بعد التخرج مباشرة نتجه إلى سوق العمل. القليل من يتجه إلى الجانب الأكاديمي والذي قد يغفل جانب الشهادة المهنية على اعتبار أنه ربما الشهادة العليا الماجستير أو الدبلوم العالي أو الدكتوراه قد تغني عن الحصول على مثل هذه الشهادة المهنية. فبالتالي الخريج يتجه إلى سوق العمل لديه الشهادة الأكاديمية يبحث عن فرصة عمل. ولكن يبدا التساؤل بالنسبه للطالب هل الشهاده الاكاديميه كافيه للحصول على فرصه العمل ما هي تطلعات اصحاب المصلحه او اصحاب الاعمال لهذا الخريج ماذا ينتظرون منك هل بالنسبه لصاحب العمل الشهاده الاكاديميه تكفي ليقوم بتوظيفه ام يحتاج انه يكون لديك خبره عمليه ومهارات وتقنيات اخرى مطلوبه من الطالب فبالتالي صراحه هناك تحدي يواجه الطرفين الطالب وكذلك صاحب ايش؟ العمل. فما هو المطلوب من الطالب في هذه الحاله؟ لديه شهاده اكاديميه فقط. كيف تميز نفسك؟ كيف بين اقرانك خاصة هناك الاف خريجين اداره مثلا او ماليه او محاسبه. كيف تستطيع ان تتميز؟ الجميع لديه شهادات اكاديميه ولكن كيف تميز نفسك كونه خريج لا توجد لديه خبره ايش؟ عمليه. فما هو الذي ممكن نستعيض به عن الخبره ايش؟ العمليه الا وهي الشهاده المهنيه الاحترافيه فحصولك عليها تستطيع ان تتميز من بين اقرانك المتقدمين للحصول على وظيفه معينه وهذا ما يحتاجه اصحاب الاعمال او اصحاب المنظمات الاعمال صحيح هو يحتاج يكون لديك رصيد من الخبره العمليه ولكن سنرى مفهوم الشهاده المهنيه هل فعلا ستكسب جزء من هذه النقاط المطلوبه ام لا هل حصولك عليها حتى احيانا بدون خبره هناك شهاده مهنيه لا تتطلب خبره تحتاج اما اذا لديك شهاده اكاديميه او حتى تصل الى مرحله معينه في درجه البكالوريوس ممكن ان تتقدم لاختبار هذه الشهاده والحصول عليها فبالتالي الطالب بمجرد حصوله على احدى هذه الشهادة المهنيه بالتاكيد ستتوافق ما لديه مع احتياجات صاحب العمل وستحظى بفرصه افضل مما سيحظى بها ايش غيرك لأنه تقييم المنظمات بالنسبة للمتقدمين يتم استخدام الشهادات المهنية كأداة تقييم للقدرات الموجودة للمتقدم للحصول على الوظيفة ما هي المهارات المتاحة لديه وبناء على هذا القدرات والمهارات يتم تحديد الراتب طبعا بعد كل هذا فبالتالي هناك تحدي كما قلنا بين يواجه الطرفين اللي هو الطالب الخريج وكذلك اصحاب العمل الموجودين حاليا. طيب آه اذا يبدا التساؤل ما هو المفهوم الشهاده المهنيه الاحترافيه شهاده ايش؟ الاكاديميه. الشهاده الاكاديميه هي ما ستحصلون عليه اثناء التخرج. بعد اجتيازكم لمراحل علميه معينه، تراكم معرفي تكون لديكم، آه اجتزتم بعض الامتحانات فبالتالي تحصلون على شهاده البكالوريوس من جهه معتمده. مع ملاحظة أنه لا يوجد خبرة دقيقة أو عميقة أقصد خبرة عملية خلال هذه المرحلة صحيح نحن نركز أثناء التدريس ليس على الأهداف المعرفية فقط صح دائما نعطيكم في التوصيفات الأهداف المهارية تنمية المهارة الإدراكية وما إلى ذلك نحاول نربط النظري بالجانب إيش؟ العملي ولكن يظل الغالب على شهادة الأكاديمية هو الإطار إيش؟ النظري فهذه مفهوم الشهادات الأكاديمية لكن ماذا يقصد به الشهادات المهنية الاحترافية آه، الذي بالإمكان للطالب الحصول عليها وتحتاج إلى همة عالية جدا هي عبارة عن نظام من يقوم بتصميم هذا النظام متخصصين الخبراء المهنيين الذين يعملون في مجال معين يقوم بتصميم نظام هذا النظام بإمكانه اعتماد متخصص معين في مجال ما ماذا أقصد بالاعتماد في متخصص أو شخص تقدم للحصول على هذا الاعتماد بمعنى أنه لديه الإتقان والمهارات والكفاءات اللازمة لأداء مهمة معينة بماذا؟ بمهنية وباحترافية عالية بمعنى سيستخدم المعارف الموجودة لديه وبالتالي لديه إمكانية من القيام بالتطبيق العملي أو أداء هذه المهنة بشكل محترف وبشكل كبير فهذا ما يقصد به مفهوم الشهادات المهنية ونلاحظ دائما انه لا يرعاها جهات رسميه معينه مثلا يرعاها مجتمع مهني اداره الموارد البشريه مثلا لديهم جمعيه اداره الموارد البشريه المتخصصين المهنيين المحترفين لهذا المجال يتواجدون كاعضاء في هذه الجمعيه هم من يقوم بصياغه المعايير الاداء المهني اخلاقيه المهنه الذي يحتاجها المتخصص في هذا المجال وبالتالي نستطيع ان نقول ان لديه الكفاءه والحد الامثل لاداء هذه المهنه بمهنيه عاليه. كذلك مثلا نقول معهد المحللين الماليين المعتمدين لديه تقريبا ما يتجاوز 148 ألف عضو من اكثر من 160 مثلا دوله، هم من يقومون بصياغه اللي هي معايير الاداء المهني لهذا المعهد او لمن سيمارسون العمل في انشطه التمويل والاستثمار واداره المحافظ الاستثماريه وما الى ذلك. فبالتالي هم من يقوم بوضع هذه معايير الأداء المهني فحصولك على الشهادة سيكسبك فعلا أو سيعطي انطباع أنه لديك مهارة في أداء العمل الذي ستقوم به أو الوظيفة الذي ستقوم بها لاحقا فبالتالي الطالب هنا لا يكتفي بجزئية واحدة فقط هي الشهادة الأكاديمية قد لا تستطيع مواجهة التحدي الحاصل في سوق العمل بهذه الشهادة إذا يجب أن نضيف جزئية أخرى بالنسبة لك أنت كطالب لأنه لا توجد خبرة عملية ستتخرج فقط بشهادة أكاديمية. ما هي الإضافة التي تحتاجها هو وجود شهادة مهنية. طيب طبعا كما قلت المحاضرة أكثرها هي تحفيزية للطلاب للاتجاه نحو البحث عن ميزة تميزهم لاحقا عند التخرج من الجامعة في سوق العمل. منافسة شديدة جدا المتخرجين او اعداد الخريجين هائلة فرص العمل المتاحة قد لا تكون يعني توافق اعداد الخريجين فبالتالي التميز مطلوب في هذه المرحلة. طبعا جامعة الملك فيصل هل تولي هذا الموضوع اهتمام؟ آه كان في اللقاء تقريبا الاسبوع الماضي مع معالي مدير الجامعة تكلم بالتحديد عن هذه الجزئية انه خريج جامعة الملك فيصل يحتاج أن يحلق بثلاثة أجنحة أحد هذه الأجنحة هو الشهادات المهنية الاحترافية طبعا لديك سجل أكاديمي تحاول التميز خلال فترة دراستك يكون سجلك متميز قدر الإمكان لكن تحتاج إلى أجنحة أخرى منها الشهادات المهنية الاحترافية فبالتالي هناك اهتمام رسمي من إدارة الجامعة بشكل شخصي من معالي مدير الجامعه كأحد الاجنحه الرئيسيه التي يجب او ينبغي ان يتخرج طالب جامعه الملك فيصل وهو لديه مثل هذه الاشياء. طبعا ما الذي ستعطيك او تكسبك الشهاده؟ المهاره والاحترافيه ايش؟ العاليه. لكي تكون اداه فاعله في سوق ايش؟ العمل وخاصه الان اللي هي الرؤيه 2030، برامج التحول 2020. والاستثمارات الضخمه القادمه ستكون هناك فرص وظيفيه متاحه بشكل كثير لكن التنافس ايضا سيكون مرتفع جدا فمثلما تكلمت تحتاج الى هذا الجناح لكي تحلق بقوه في داخل سوق ايش؟ العمل. طبعا بالاضافه الى السجل الاكاديمي وما كان يقصد به معالم الجامعه ايضا اللي هي المهارات لدى الطالب المهارات طبعا دائما تقام دورة تدريبية مثلا نادي المالي يقوم بعمل مجموعة دورة تدريبية نادي الموارد البشرية أحيانا عمادة شؤون الطلاب فالطالب يحتاج أيضا للحضور والمشاركة بفاعلية في مثل كل هذه الدورات والندوات لأنه أنت راح تتخرج ليس لديك خبرة عمل فما الذي ستقوم بكتابته داخل السيرة الذاتية مثلما تكلمت المؤهل العلمي ثم ماذا ما هي الأنشطة ما هي المهارات التي لديك صح راح تكلم لدي مهارات معينه، ما هي الشهادة المهنيه الاحترافيه؟ كما تكلمت سابقا اصبحت تكتب بعد الاسم مباشره، تميزك بشكل كبير جدا واصبحت هي المعيار بين انتقاء من سيسمح لهم بالمقابله الشخصيه ومن لم يتم التطرق الى ملفاتهم حتى لاجراء المقابلات الشخصيه. فبالتالي نلاحظ اين موقع الشهادات المهنيه الاحترافيه اصبح يكتب بعد الاسم مباشره حتى في البيزنس كاردز. الاسم ثم الشهادة المهنية الاحترافية مثلا التي لديك مما لما لها من أهمية وتعطي انطباع مهم جدا لدى أصحاب أو أرباب الأعمال في سوق العمل طيب نلاحظ أيضا هنا ما الذي الجامعة طبعا هي تدعم شهادة المهنة الاحترافية وتقريبا قبل فترة كان هناك طلب للتراخيص المهنية المتاحة للكليات وللأقسام العلمية الجامعة ستقوم بدعمها لاحقا ربما سيعلن عن هذه الشهادة المهنية التي ستقوم الجامعة بدعمها وبالتالي لن يكون هناك عذر أمام الطالب أنت تحدد ما هي الشهادة التي تحتاجها وتلبي طموحك الشخصي والمهني الشهادة مدعومة وتم اختيارها بدقة حسب احتياجات سوق الأعمال لكل التخصصات أقسام الكلية إدارة الموارد البشرية التسويق المالية المحاسبة نظم المعلومات وهكذا فبالتالي أنت تحدد ما الذي تحتاجه ثم تبدأ بجدية نحو السعي والحصول على مثل هذه الشهادة. الجامعة طبعا تسعى لجامعة الملك فيصل لدعم الشهادات المهنية. زيادة تنافسية خريجين جامعة الملك فيصل في سوق العمل، الآلاف مثل تكلمت من الخريجين من كافة الجامعات في سواء حتى في تخصص إدارة الأعمال، يعني ما شاء الله الخريجين بشكل كبير جدا في هذا التخصص. في كل ليس فقط خريجين كليه اداره الاعمال حتى والتخصصات الموجوده تحت كليه اداره الاعمال. فبالتالي دعم الجامعه لمثل هذا البرامج الشهادات المهنيه الاحترافيه سيزيد من تنافسيه خريجين الجامعه. كما تفضل معالي مدير الجامعه الان ربما سيتم اتباع لسياسه التعليم المنتهي بالتوظيف. ربما يبدا التطبيق في كليات اخرى لاحقا سيتم التطبيق في كافه الكليات ولكن انت تبادر الان وتستغل وجود مثل هذه الفرص لدعم الشهادة المهنية وتبدأ في تمييز نفسك في سوق العمل طبعا الطموح أي خريج هو الحصول على راتب مرتفع صح أن تتخرج وأحيانا تقبل براتب من أجل التضحية لفترة معينة حتى يتكون لديك قيمة سوقية ثم تبدأ تفاوض على راتب أفضل طبعا لكي تواكب تطلعاتك المهنية لكن الشهادات المهنيه كخريج تستطيع ان تفاوض بقوه على الراتب التي ممكن ان تحصل عليه طالما لديك شهاده مهنيه احترافيه. بخلاف النظر انت لديك شهاده اكاديميه فقط ستقبل ربما بالتوظيف باي راتب حتى تحصل على الخبره العمليه وتطور مهاراتك ثم تبدا ربما تنتقل الى عمل اخر براتب مثلا افضل. ولكن لما لا تبدا وتحقق طموحك المهني؟ إذا كان لديك شهادة مهنية وتحصل على راتب يلبي طموحاتك والمجهود الذي بذل خلال فترة البكالوريوس بشكل كبير. أيضاً نحن قلنا التحدي بين الطرفين هما أصحاب الأعمال وكذلك الطلبة الخريجين صح؟ أنت تسعى للحصول على ثقة من أصحاب الأعمال أنه لكي يقوم بتوظيفه فحصولك على الشهادة طبعاً يسهل لك هذا الشيء أو ستحصل على ثقة أصحاب الأعمال. بشكل بسيط، هو يحتاج إلى خبرة عملية، لكن حصولك على الشهادة المهنية يثبت أن لم تمنحها بشكل سهل، مجتمع مهني أو معهد مهني هو من قام بمنحك هذه الشهادة، بعد التأكد مثل ما تكلم من إمكانياتك وقدراتك لأداء هذه المهنة أو العمل بمهنية واحترافية ايش؟ عالية. طبعا نلاحظ هنا دون القلق كثيرا من بعض جوانب السيرة الذاتية. كثير من الطلاب يقلق ماذا لدي في السيرة الذاتية؟ لكن احصل على الشهادة المهنية بإذن الله تعالى ستميز نفسك بشكل كبير جدا في سوق العمل دائما نكرر الطالب يبدأ من الآن لديك السيرة الذاتية ما الذي ستقوم بكتابته داخلها خلال الأربع سنوات غير المؤهل بكالوريوس تخصص كذا إدارة أعمال تخصص كذا إذا أضفت إليها الشهادة المهنية ستكون يعني ممتازة بشكل كبير جدا طبعا بشكل عام أيضا الجامعة هي تسعى تحقيق الموامة بين السياسة التعليمية والسياسة الاقتصادية وبالتالي اللي هناك فجوة موجودة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل حتى الشهادات التي ستقوم بدعمها جامعة الملك فيصل هو بحسب الأقسام العلمية ما الذي تراه ماذا يحتاجه سوق العمل من شهادات محددة فبالتالي طبعا دعمها لمثل هذه البرامج ستؤدي إلى تقليل الفجوة بين مخرجات الجامعة وما يحتاجه سوق العمل وأيضا المساهمة من جامعة الملك فيصل بدعم مثل هذه البرامج إلى اللي مساعدة البلد إلى التحول الاقتصاد القائم على إيش؟ على المعرفة وهنا نقصد به ماذا الاقتصاد القائم على المعرفة جزء كبير من المعرفة للعنصر البشري اللي رأس المال البشري إذا وجد خريج مؤهل بشكل جيد سيساهم طبعا بشكل كبير اللي هو لأنه كان الاقتصاد قائم على عوامل الإنتاج المعروفة الأرض وال والآلات وما إلى ذلك اللي في الاقتصاد لكن الآن المسمى والمصطلح الجديد هو الاقتصاد القائم على المعرفة وبالتحديد المعرفة هنا اللي هي رأس المال البشري اللي هم خريجين جامعة الملك فيصل طبعاً بشكل عام الشهادة المهنية تتيح لك الاطلاع على كل شيء جديد في مجال التخصص. لانه يصيغها مثل ما تكلمت نظام يقوم بتصميم خبراء واكاديميين واستشاريين ومهنيين يعملون كلهم في مجال التخصص، فبالتالي دخولك في مثل هذه المرحله يعطيك مجال كبير انك تظل على اطلاع ما هو الجديد في مجال ايش؟ تخصصك، وخاصه عمليه التحديث مستمره في المناهج التعليميه ولكن المجتمعات المهنيه هذه على اطلاع اكبر او ما هو المطلوب تأهيلك معرفيا ومهنيا بما يحتاجه ايش؟ سوق العمل. طيب هذا كان على مستوى جامعة الملك فيصل، طبعا على مستوى الكليات أو كلية إدارة الأعمال بالتحديد قسم المالية حصل على اعتراف أحد الجهات المهنية المعتمدة. جهة مهنية تمنح شهادة مهنية احترافية وهو معهد المحللين الماليين المعتمدين وهناك إن شاء الله حرك في بقية الأقسام نحو مثل هذه الخطوات اللي هو القسم أو البرنامج يكون حاصل على اعتماد مهني احترافي وهذه بحد ذاتها تشكل ميزة لخريج هذا القسم أو القسم الآخر الحين قد يكون من الصعب حتى تحصل على هذه الشهادة مثلا المهنية لكن بمجرد أن تذكر في سيرتك الذاتية أنك خريج قسم أو برنامج أو تخصص معين هذا التخصص معترف به من جهه مهنيه ذات سمعه عاليه في هذا التخصص سيضيف لك او يعطيك قيمه مضافه عند التقدم للحصول على ايش؟ على وظائف. لانه مثلا عندما ننظر الى معهد المحللين المالي المعتمدين او كيف حصل قسم الماليه مثلا على الاعتراف المهني. طبعا هم دقيقين بشكل كثير أنه هل برنامجك هل برنامج الماليه او تخصص الماليه هل ما تقوم بتدريسه او محتوى هذا البرنامج فيه من المهارات والمعارف والقدرات المطلوبة لتطبيقها في مجال الاستثمار والتمويل في سوق العمل أم لا هم يشترطوا نسبة معينة إذا تجاوزتها يتم منحك الاعتراف وهذا يؤكد أن برنامجك يتوائم بشكل كثير مع المهارات المهنية والاحترافية المطلوبة لممارسة تخصص مثلا إيش التمويل وطبعا هذا هو البرنامج اللي ساهم في قسم المالية وهذا هو يعني تعزيز لرؤية كلية إدارة الأعمال أن السعي نحو التميز في الجانب الأكاديمي وكذلك الجانب المهني ليس فقط الأكاديمي بل الجانب المهني وهذا يعزز هذه الجزئية في رؤية ورسالة الكلية وكذلك إيش قسم المالية طيب تقريبا كما لاحظتم أن الطالب يبدأ يتساءل الاعتراف المهني أو الشهادة المهنية أو القسم الذي أدرس فيه ما هي المزايا التي سأحصل عليها طبعاً لأن البعض قد يقول من الصعب أن يجتاز مثلا ثلاثة مستويات من الامتحانات ولكن هي تحتاج إلى همة كبيرة وتبدأ بالتفكير بجدية من اللحظة أنه كيف تهيئ نفسك لأي شهادة مهنية أنت ستحتاجها في المستقبل نلاحظ هنا التأكيد بالنسبة مثلا كمثال الآن لأنه هو الحاصل الآن فقط في كلية إدارة الأعمال الاعتراف المهني منح لقسم المالية مثل ما تكلم ربما هناك حراك في بقية الأقسام للحصول على مثل هذه الاعترافات. التأكيد على جودة مخرجات قسم المالي وارتباطها باحتياجات سوق العمل. لأن الجهة اللي قامت بمنحك مثل هذا الاعتراف هي جهة مهنية، جهة احترافية، من أو الأعضاء المتواجدون فيها هم مهنيين يحترفون هذه المهنة اللي في تخصص التمويل، في تخصص ايش؟ الاستثمار. طبعا كان هذا في بالنسبه للقسم الماليه نحن نسعى لانه موضوع المحاضره هي طريقه للتمييز في سوق العمل فاي شيء نحن سنقوم به او نسعى الى عمله هو من اجل المساعده لطلابنا سواء طلاب القسم الماليه او غيرهم للمنافسه في سوق العمل ستعطي قيمه مضافه لانه راح تكتب في السيره الذاتيه مثلا خريج كذا 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 بين قوسين حاصل على الاعتراف المهني من معهد المحللين الماليين تعطي ايضا قيمه مضافه للطالب أو كشهاده على جوده هذا ايش مثلا البرنامج ايضا هناك ميزه كبيره اخرى حصل عليها القسم وهي ايضا تؤيد او تدعم رؤيه اداره جامعه الملك فيصل في دعم الشهادات المهنيه الاحترافيه وهي ان القسم الان تقريبا كما تلاحظوا في قسم الماليه تم الاعلان عن مجموعه من المنح هذه المنح هي الاختبار شهاده المحلل المالي المعتمد. طبعا ونسعى حاليا ان شاء الله في القسم أنه لزياده اعداد المنح عبر تحقيق مجموعه ان شاء الله من الاشتراطات بحيث يكون هناك امكانيه لمساعده مجموعه كبيره من الطلاب. فبالتالي الطالب بامكانه طبعا الحصول على منحه. القصد هنا ان الطالب يكون في السنه الدراسيه الاخيره يحتاج انه مجهود اخر بالاضافه الى الكم المعرفي الموجود لديه في هذا التخصص. فراح تكون الامور اسهل بكثير طالما البرنامج معترف به من هذه الجهه. وان شاء الله قريبا مثلا سيكون هناك اعلان عن مسابقه تحدي البحوث وهي ايضا تاتي ضمن مهنيه الطالب واحترافيته لمهنته مثلا في مجال التمويل او التحليل المالي، هذه غالبا تقام حول عمل تقييم مالي لاسهم شركات معينه، ثم تكون المسابقه على مستوى مثل الجامعه مثلا داخل المملكه قبل فتره تقريبا جامعه الملك سعود. كان هناك فريق بحثي فاز في مسابقة تحدي البحوث، وإن شاء الله نأمل يكون لدينا أيضا فريق بحثي يفوز على مستوى المملكة، ثم هناك تصفيات على مستوى الإقليم، التصفيات النهائية تكون في شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، لمسابقة تحدي البحوث، وأيضا قدرتك في عمل التحليل المالي، أيضا قدرتك على ممارسة المهنة التي تتوقع أن تتخرج أيش أو تعمل أو تشتغل أيش فيها. طيب اذا هذا كان مدى اهتمام جامعة الملك فيصل بهذه الجزئية للشهادات المهنية الاحترافية. كما ذكرت اهتمام شخصي من معالي مدير الجامعة انه أحد الجناحات المهمة لأي طالب خريج جامعة الملك فيصل وسيكون هناك إعلان عن الشهادات تقريبا التي سيتم دعمها. على مستوى الكلية والأقسام بدأ قسم المالية في هذا المجال اللي عبر هناك منح لدراسة مثل هذه الشهادات المهنية والقسم أيضا حاصل على الاعتراف. فبالتالي كما سنلاحظ ايضا هناك اهتمام ليس فقط على مستوى الجامعه لمثل هذا الجانب المهم بل على مستوى الجهات الحكوميه الرسميه ممثله بمن؟ لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، ما هو المشروع المبادره التي اطلقته الوزاره؟ اللي هو صندوق تنميه الموارد اللي هو هدف صح؟ هناك جزئيه مهمه اطلق يعني اطلقها وزير العمل في مايو 2016 اللي هي دعم الشهادات المهنيه الاحترافيه فبالتالي لا عذر امامكم الجامعه تدعم الاقسام العلميه تدعم وايضا هنا الجهات حكوميه ورسميه تدعم ذلك فما عليك فقط المبادره اختيار ما هو الملائم لك والمناسب وما هو المستطاع بالنسبه لك اللي من الشهاده المهنيه حتى اللي كما هو عنوان المحاضره تتميز في سوق العمل هي تعتبر بمثابه ميداليه ذهبيه بالنسبه للطالب او المفتاح الذهبي في سوق ايش العمل طيب إذا اللي هو صندوق تنمية الموارد البشرية هدف ما هي الأسباب الداعية إلى دعم اللي هو الشهادات المهنية الاحترافية؟ نلاحظ هنا أولا ما تقليل من الانكشاف المهني. هناك بعض المهن تحتاج مثلا إلى مستوى معين من الخبرات أو المهارات فمتى ما توفر لدى مثلا المواطن أو قد ربما لأسباب اللي هي برامج التحول 2020 20 2030 -20 هناك سياسات معينه مثلا فبالتالي المطلوب تحقيق الامان المهني في مثل هذه المهن انه لدينا محترفين مهنيين اكفاء مثلا في مثل هذه المهن ايش بالذات وهذه قد ياتي عبر طريق اللي الدعم او حصول الشخص على اللي شهاده مهنيه ايش احترافيه طيب تنميه ورفع كفاءه القوى العامله اذا نلاحظ مش دعم الشهاده المهنيه الاحترافيه ايضا يؤدي إلى تنمية ورفع كفاءتك كأحد عناصر القوى العاملة التي ستكون متاحة وموجودة في سوق العمل فهذه كلها مزايا للشهادة المهنية الاحترافية سواء كما لاحظنا الفوائد اللي حددتها جامعة الملك فيصل أو عبر صندوق التنمية البشرية كذلك نشر مفهوم التدريب إيش الاحترافي نحتاج إلى حرفية وإلى مهنية إيش عالية أيضا في أداء العمل ونقطة أخرى أيضا مهمة وهي كذلك فتح مجالات للترقي وتطوير المسار الوظيفي أحيانا الشهادة في مجالك أو في عملك أو في وظيفته حصولك على الشهادة حتى أثناء العمل تكون ترقيتك أسهل بكثير من غيرك حتى من من سبقوك بفترة طويلة في مجالك الوظيفي فالشهادة المهنية الاحترافية للترقيات بشكل سريع مثلا وتطوير مسارك الوظيفي طيب بشكل عام ايضا، إذا كان لدينا كثير من المتواجدين في سوق العمل أو الأفراد العاملين في سوق العمل، حاصلين على مثل هذه الشهادات، إنتاجية سوق العمل بشكل عام ستكون مالها أعلى وأكبر. كذلك تطوير المهارات خبرات في تخصصات معينة تحتاجها الرؤية 2030، يحتاجها برامج التحول 2020، -20. نحتاج إلى مهارة دقيقة عبر اللي هو برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية. أخيرا هذه هي خلاصة أو سياسة مثلا اللي تسعى إليها الجهات الحكومية الرسمية وطبعا بالتوافق اللي مع الجامعات لأن الجهات التعليمية هي من ترفد سوق العمل بمن؟ بالخريجين أو بالكفاءات أو بالقوايش العاملة فبالتالي هناك تواؤم كما نلاحظ هناك توافق كما لاحظنا في الشريحة المتعلقة باهتمام جامعة الملك فيصل كل من أجل التحقيق اللي هي الرؤية 2030 وما تتطلبه من عنصر بشري اللي هو الاقتصاد القائم على المعرفة وكذلك أيضا سياسة الوزارة وعبر صندوق تنمية الموارد البشرية من أجل أيضا تحقيق الرؤية طيب إذا اتفقنا على أهمية شهادة المهن الاحترافية دعم الجامعة دعم الجهات الحكومية الرسمية فبالإمكان أن نستعرض الشهادة أيضا هذه الشهادة المهنية الاحترافية الذي يدعمها صندوق هدف يعني بإمكانك أنه التدريب او تكاليف التدريب تكاليف الامتحان لكل المستويات بمجرد انتهائك وحصولك على الشهاده طبعا الصندوق هدف يقوم بدفع او اعطاء كل التعويضات عن كل ما قمت بدفعه خلال مراحل حصولك على مثل هذه الشهاده طبعا هناك متنوع فيها الشهادات في التسويق الموارد البشريه اداره المشاريع أنا اخترت الملائم هنا لتخصصات طبعا الكلية، هناك أشياء أخرى يقوم بدعمها صندوق ايش؟ أه هدف ربما تلائم تخصصات أو كلية ايش؟ أخرى. طيب، أه أخيراً اللي الجزئية الأخيرة راح نتكلم عن أبرز الشهادات المهنية التي يحتاجها اللي هم أه تخصصات كلية إدارة الأعمال سواء في المالية أو في المحاسبة، الموارد البشرية، التسويق، هناك مجموعة أو ما هي أبرز الشهادات المهنية المطلوبة لسوق العمل. طبعا في التخصص المالية هناك كثير من الشهادات لكن أبرز هذه الشهادات أو التي خاصة مطلوبة بكثير في سوق العمل السعودي اللي هي شهادة محلل مالي معتمد السي اف طبعا هذه مدعومة من قسم المالية هناك منح تعطى لاجتياز مثل هذه الشهادات وأيضا المصادر أو الماتيريالز متوفرة اللي هي الكتب الألكترونية تعطى للطالب اللي يحصل على المنحة نماذج الامتحانات والتقديم للمنحة وما إلى ذلك من أهم الشهادات في مجال التمويل والاستثمار ولديها طلب كثير سواء قطاع البنوك وحتى في شركة أرامكو وغيرها كثير من شركات الاستثمار والوساطة المالية طبعا بالرواتب كما سنلاحظ في عرض بسيط المتوسط الراتب كم يحصل عليها الذي لديه شهادة محلل مالي معتمد ويقوم بمنحها طبعا لمعهد المحللين الماليين المعتمدين. كذلك شهادة مدير المخاطر المالية المعتمد هذه أيضا تندرج ضمن التخصص المالية طالب المتخصص في المالية بإمكانه يركز على إدارة المخاطر وبإمكانه أن يكون محترف أو لديه مهنية عالية في ممارسة هذا التخصص لاحقا عند الخروج إلى سوق العمل وهنا إن شاء الله نحن بصدد كلية إدارة الأعمال ممثلة بقسم المالية بإطلاق مشروع يهتم بمثل هذه الجزئية إدارة المخاطر المالية وسيكون إن شاء الله هناك تعاون مع الجمعية العالمية المتخصصين في إدارة المخاطر المالية، ربما استثناءات من اختبارة بعض المواد، سيكون هناك تسهيلات إن شاء الله للحصول على مثل هذه الشهادات المهنية في إدارة المخاطر. نحن فقط إن شاء الله بإنتظار الموافقات الرسمية، ثم سيتم الإعلان عن هذا المشروع المرتبط بإدارة المخاطر المالية. طيب هنا نلاحظ اللي هو متوسط الراتب لحملة شهادة محلل مالي معتمد في المملكة. طبعا المصدر هي المواقع تهتم بتوفير مثل هذه البيانات المعلومات كما تلاحظوا في تخصص المالية هناك متاح أمامك العمل في عدة أشياء أو سواء كنت تخصص مالية أو لديك شهادة محلل مالي معتمد إما محلل مالي خبير استثمار مدير محافظ استثمارية وما إلى ذلك فنلاحظ متوسط الرواتب يعني ما شاء الله بشكل كبير خاصة لو لاحظنا مثلا أكبر متوسط هنا اللي هو المالي أول تقريبا أنا كنت نعم كنت مش يعني قمت بعمل تشيك على هذه النقطة لا زال كان مثلا مصرف الراجحي يعلن عن احتياجي لمحلل مالي أول هذا متوسط الراتب فقط ربما قد يكون أعلى ربما وهكذا فأيضاً هنا في المنطقة الشرقية لشركة أرامكو بحسب الموقع هي من أكثر الجهات أيضا التي تستقطب حملة محلل مالي معتمد رواتب يعني ما شاء الله كويسة طيب إذا أتينا لتخصص آخر اللي هو تخصص ايش؟ المحاسبة، أيضا هناك شهادات مهنية يتم إعطائها في مجال المحاسبة ومنها ما هو سيكون إن شاء الله ربما مدعوم جامعة الملك فيصل أو من اللي هو صندوق تنمية الموارد البشرية. قد يحتاج الطالب إلى محاسب قانوني معتمد لكن ما نلاحظ هنا من يقوم مثلا بمنح مثل هذه الشهادات الجمعية الأمريكية مثلا المحاسبين الإداريين. وهذا يؤكد جمعيه تحتوي على المهنيين والمتخصصين، هم من يقوم بصياغه المعايير الاداء المهني، معايير اخلاقيه المهنه وما الى ذلك، وهذه ما تعزز فرصتك للحصول على عمل احيانا بدون الخبره فقط، شهاده مهنيه بالاضافه الى الشهاده الاكاديميه، إنه صاحب العمل يعتقد او ليس يعتقد أو بل, بل بشكل كبير انه لم تمنح مثل هذه الشهاده الا بعد ان توفرت او تم التاكد انه لديك المهارات لديك المهنيه والاحترافيه في مزاوله او ممارسه هذه المهنه كذلك اللي هي السكبه شهاده زماله اللي هي السعوديه للمحاسبين القانونيين وهي متاحه اللي تقريبا هي مطلوبه كرخصه لمزاوله المهنه طيب تخصص الموارد البشريه والتسويق ايضا هناك مجموعه من الشهادات المهنيه التي يتم منحها في هذا المجال في التسويق هناك المسوق المهني المعتمد المسوق المحترف كذلك هناك شهادة محترف إدارة موارد بشرية والمهن المحترف للموارد البشرية طبعا لاحظ هنا أيضا كلها جمعيات أو معاهد التي تقوم بمنح هذه إيش الشهادات وهي ما تؤكد المهنية والاحترافية في حصولك على مثل هذه إيش الشهادات طبعا لدينا أيضا تخصص الأساليب الكمية أيضا متاح في الكلية المعهد المالي طبعا الرسمية منح تقريبا شهادتين للشهادة المهنية في التأمين وكذلك الشهادة العامة في أساسية التأمين تساعدك أو تثبت جدارتك في مزاولة مثل هذه المهنة عندما تقدم الحصول ليش على عمل كذلك اختبارات الخضوع لاختبارات زمالة المعهد البريطاني للتأمين يمنح مجموعة واسعة من الشهادات طبعا مثل ما تكلمت في البداية لن نتطرق إلى التفاصيل اللي الحصول على الشهادة ما هي المتطلبات هي المحاضرة فقط تحفيزية، إبداء أهمية الشهادة المهنية المحترفية، ما هو المتاح في القسم أو في الكلية حاليًا، دعم الجامعة، دعم الجهات الرسمية وهكذا. للتفاصيل أكثر أو للبحث عن معلومات المتطلبات موقع الجهة التي تقوم بمنح هذه الشهادة تحصل على كافة المعلومات. أخيرًا اللي هو تخصص نظم المعلومات لدينا اللي هي شهادة ساب. تقوم منها اللي منظمة أو شركة ساب اللي هي سوفت وير وطبعا كل هذه الشهادات لديها مراكز أو جهات بإمكان الذهاب إلى هذه الجهة الخضوع للامتحان في هذه الجهة وبالنسبة مثلا لكلية إدارة الأعمال إن شاء الله من ضمن ما يتم التخطيط له أن يكون مركز امتحاني أيضا سواء لشهادة السي اف اللي هي المعترف بها الآن في قسم المالية أو حتى لشهادات أيش أخرى وهذا راح يوفر على الطالب وقت كثير مثلا بدلا من الذهاب للرياض او الى جده الى هذه المراكز الامتحانيه اللي تقدم مثل هذه الشهادات هذا كان اخر جزئيه اللي تكلمنا عنها للتخصصات المتاحه او الشهادات المتاحه تحت التخصصات الموجوده في كليه اداره الاعمال اخيرا لا نملك الا ان نقول الخيار بيد الطالب الان الجامعه تدعم الوزاره تدعم اقسام الان توفر منح فيبدا يجب ان تفكر من الان ما هي الشهاده المناسبه لك حتى تتميز في سوق العمل أو حتى توائم نفسك مع احتياجات سوق العمل وبإذن الله تعالى شهادة أكاديمية زائد شهادة مهنية ستكون مفتاح نجاح كبير وتحقيق طموحاتك المهنية وطلعاتك الشخصية بشكل كبير نكتفي إلى هنا شكرا جزيلا لكم ودعواتي لكم بالتوفيق والسداد إن شاء الله